طبعا طبعا على مستوى اللي بنتكلم على الاداره الفنيه ما فيش شك بيكون اداره ليها دور كبير، لكن كمان على مستوى اللاعبين وده اللي موجود على ارض الملعب كمان بيكون ليهم دور كبير جدا جدا. معانا اللاعبين الافضل في منتخب الوطني على مدار البطوله طبعا من خلال الارقام، خلال الارقام صناعه الفرص، اكتر لاعبين صنعوا فرص هو قفشه وعمرو السوليه، كل منهما خمس فرص او صناعه للفرص. التمريرات الصحيحه احمد فتوح ب 173 تمريره بنسبه 86%، التمريرات البينيه قفشه عنده 5 تصويبات على المرمى وده مهم جدا. حسين فيصل كمان من اللعيبه المميزه اللي ظهر بشكل اكتر من رائع في الاداء الهجومي والدفاعي، وكمان على مستوى التصويبات هو افضل لاعب المنتخب بست تصويبات منهم 4 ما بين القائم والعارضه، ودي نسبه هايله بنسبه طبعا. تقريبا بتتكلم في 80%، فده نسبه عاليه جدا جدا. العرضيات بنتكلم على احمد رفعت، بص محسن هاخد من الارقام دي وابدا اتكلم معاك في يعني حتى سيناريو المباراه اللي جايه. احمد رفعت افضل لاعب في العرضيات ب 10 عرضيات، الدريبلينج او المراوغه الصحيحه مصطفى فتحي 16 عمل منهم 9 بشكل سليم، استخلاص الكره ده طبعا من نواحي الدفاعيه محمود حمدي الونش طبعا ب 26 استخلاص للكره، الالتحامات الهوائيه الونش فاز ب 18 من اصل 20 كره هوائيه، ده رقم كبير جدا جدا. طبعا الونش بيقدم مباريات قويه جدا ومدافع على مستوى عالمي بصراحه، وقطع التمريرات عمرو السوليه ب 20 طبعا مره قطع تمريرات بشكل سليم. عايز اخد من دوت واكلمك على دور قفشه، دور قفشه كصانع للالعاب واكتر واحد في المنتخب برغم ان هو ما شاركش في الثلاث مباريات، لكن النهارده قالوا ان هو الحمد لله بقى جاهز ان شاء الله لمباراه الاردن. تاثيره على المنتخب في مباراه الاردن بالذات اكيد طبعا تاثيره مهم جدا، حتى مش بس صناعه الفرص يعني، حتى التمريرات البيانيه كمان هو اكتر لاعب في منتخب مصر عامل ده، هو كمان في تجانس كبير جدا ما بينه مثلا زي محمد شريف بحكم لعبهم في النادي الاهلي فترات طويله، في تفاهم كده ايه زي ما تقولوا هم بما انك قلت محمد شريف عايز اعرف برضو رايك، هل فعلا زي ما الناس كلها بتقول هل هو وجود محمد شريف على الطرف الشمال في وجهتين نظر؟ وجهه النظر الاولى ان ممكن جدا يكون كيروش عنده قناعه ان هو يكون راس حرب، هو المركز الافضل ليه راس حرب، تمام، فبالتالي ممكن يشوفه او بيجربه في مركز الجناح الشمال. هل ده انت شايف شريف يعني بيقدم مستوى كويس؟ طبعا شريف بيقدم مستوى كويس جدا، وكويس ان المدرب لان هو المدرب كيروش تحديدا كان ليه يعني موقف معاه ان هو اول ما جاء استبعده في ماتشين ليبيا، فهو بس هو طبعا الراجل كان بيدي رسائل كده لكبار الكره في مصر الاهلي والزمالك، فراح مخوف الاثنين يعني نقدر نقول كده ذبح القطه للاهلي والزمالك من اولها، راح مستبعد من هنا شريف وقفشه، وراح مستبعد من الزمالك طارق حامد وجيزو يعني هو ايه حد شجع احسن من حد، وانا صاحب القرار ومهما كان اسم اللاعب انا ما عنديش عزيز في المنتخب، فتحديدا شريف وطبعا رجع تاني معاه في القايمه واكيد لاعب لا غنى عنه وكل اللعيبه دي كلها لا غنى عنها، لكن هو بدا يجرب يعني كويس جدا ان البطوله كلها مكاسب. ليه بقول كلها مكاسب؟ مش بس يعني ايه شريف في مكان اخر، قفشه بيعزز مركزه كلاعب اساسي في منتخب مصر اللي هو كان استبعده في اول ما جه، كمان اللعيبه الثانيه اللي هو حسام فيصل، محمود حمدي الونش، احمد فتوح، كل اللعيبه بصراحه انا مش عايز انسى حد، احمد رفعت، كل اللعيبه دي اكتشافات يعني، حتى مصطفى فتحي بيزيد يوم مباراه عن مباراه بتلاقيه بيكتسب ثقه، بياخد الكره وبيرقص وبيعمل، يمكن حتى كان في ماتش الجزائر هتلاحظ ان اميز لاعب كان عندهم اللي هو اللاعب اللي بيلعب في قطر في ريان القطري مش متذكر اسمه، كان هو لاعب جوكر في المنتخب الجزائري، يمكن كان المواجه المرادف ليه عندنا في مصر كان مصطفى فتحي، بصراحه كان بيحاول يعمل ده. هو طبعا زي ما انت بتقول يعني كل الناس بتتكلم ان ياسين ابراهيم عفوا يعني هو وارد جدا يكون مثلا بيجرب محمد شريف طرف شمال، واضح انه مش كوب مع الموضوع، مش هي دي امكانياته بالظبط، فاعتقادي الشخصي ان دخول محمد شريف كراس حربه في مباراه الاردن مهم جدا بالظبط، برضو من الارقام اللي جات لنا هو دايما باخد من الارقام طرف شمال او جناح شمال، احمد رفعت قدم مباراه رائعه وهدف عالمي طبعا، هل وكنا متوقعين انه ياخد فرصه المباراه اللي فاتت امام المنتخب الجزائري، لكن هل كمان كان كروش يعني عامل اوراقه ان احمد رفعت يكون
ورقه بالزبط. اساسيه في مباراه الاردن بالظبط، لان هو كده كده صعد خلاص. مباراه الجزائر ما مش هقول تحصيل حصل، ما ليس الا بس للترتيب الاول والثاني مش اكتر من كده، ومباراه لها ضغوط اكيد، والجهاز الفني وصلوا له يعني حساسيه المباراه العاليه جدا.